وتيرة الأشغال تسير بصفة مرضية بعدما تم حل المشاكل المالية والمشاكل التقنية العالقة في هذا الصرح الرياضي الجميل الذي يضاف إلى حظيرة المنشآت الرياضية النوعية التي تعززت بها مدينة وهران الباهية، وهي تتأهب لاحتضان الألعاب المتوسطية 2022. هذه الحظيرة تاع المنشآت الرياضية تؤهل مدينة وهران بأن تكون قطب امتياز رياضي وعن حق عاصمة متوسطية بامتياز.